خلينا احنا نستكمل باقي الفقرات. طبعا ضيفنا القادم مشاهدينا هو شاب قصته ملهمة للكثير في مثل حالته، إيمان، عزيمة، قوة، إرادة، كلمات يعني ثلاث تصف شخصية وحياة الشاب الفلسطيني يوسف أبو عميرة، مصدر إلهام للأطفال والكبار. طبعا يوسف بلا أطراف، خاض يوسف تحدي مع ذاته من أول يوم رأى النور فيه، يمارس لعبة الكاراتيه ويكون ثاني شخص في العالم يخوض غمار هذه التجربة. يوسف معنا من غزة. يوسف صباح الخير وصباحك حب. يسعد صباحك يا يوسف. يسعد صباحكم جميعا. الله يرضى عليك ويعطيك الصحة يا رب. أهلا وسهلا فيك. أول شيء طمنا، كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ الحمد لله تمام بخير والله، عايش حياتي الحمد لله رب العالمين، مبسوط الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. يوسف يعني بصوتك بكلماتك اليوم عرفنا من هو يوسف أبو عميرة في من وجهة نظر يوسف. خلينا نبتدي معك هذا السؤال الفلسفي. طبعا أول إشي بسم الله الرحمن الرحيم، أنا يوسف عبد الله أبو عميرة. نعم. عمري 24 سنة، الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى خلقني بدون أطراف ومن علي، ربنا سبحانه وتعالى أخذ مني إشي وعوضني أشياء تانية كثيرة، عوضني اللي هو حب الناس، عوضني الإصرار والعزيمة والتحدي والقوة اللي عندي الحمد لله رب العالمين. أنا ما بنظر لنفسي زي ما الناس بنظروا لي، يعني نعم. كثير من الناس بنظروا لي أن أنا إنسان، مثلا الناس الجهلة ينظروا لي أن أنا إنسان ناقص، لكن أنا نظرتي لنفسي أني أنا زي أي واحد، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقته بأطراف فربنا سبحانه وتعالى خلقني بدون أطراف، والحمد لله رب العالمين عايش حياتي مكيف، بطلع بنزل بعمل كل اللي في نفسي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يوسف ما شاء الله، يعني أنت قلت أنه عندك تحدي، عندك إصرار، عندك حب للناس، ويمكن هذا الشيء يخليك تتخرج بامتياز من جامعة الشريعة، وما شاء الله كمان من الأوائل، فإحنا نقول لك ما شاء الله ألف مبروك في القانون كمان. لكن من فين جاء هذا الإصرار، وكيف بتتعامل مع الناس أو الجهل زي ما أنت ذكرت اللي بيأذوك أو ما بيفهموا عليك؟ والله الحمد لله رب العالمين، أول حاجة مصدر هذا الإصرار والعزيمة والتحدي رب العالمين سبحانه وتعالى اللي أعطاني الإيمان والقوة والصبر، ثم والدتي الله يحفظ لي إياها يا ربي، لأني أنا وأنا كنت صغير كان لما واحد يقول لي يا حرام يا ويلي ملوش إيدين ملوش رجلين كنت يعني أبكي في حضنها، أقولها يا ماما بيقولوا لي يعني بعلقوا علي كثير، فأمي كانت تقول لي يا ماما سيبك منهم أنت أحسن منهم، ما تهتم لكلامهم يعني، فهذا الإشي ولد عندي العزيمة والإصرار. طبعاً الآن أي واحد صار يطلع علي مثلاً صرت أقول له أحرج، أقول له تفضل في إشي يعني تعال نسقيك شاي نسكافيه، أجيبها بطريقة حلوة هيك اللي تحرجه وما تسيئش إلي ولا إله في نفس الوقت. نعم يوسف، أكثر المشاكل اللي تواجهها يعني حاليا يعني بشكل يومي، هل هناك مشاكل حاب أنه أنت يعني توصلها أو تقولها؟ والله أكبر مشكلة هي عدم موائمة قطاع غزة أو نعم. الطرق أو كل مؤسسات اللي في قطاع غزة عدم موائمتها بالنسبة للأشخاص ذوي نعم. الهمم، أنا ما بدي أقول ذوي الإعاقة لانه بدي اسميهم يعني هي التسميه الصحيحه ذوي الهمم. عدم موائمه المرافق نعم. والنوادي المرافق بشكل عام نعم. عدم موائمتها لنا، لانه النادي اللي انا بتدرب فيه في الكاراتيه تقريبا في 30 درجه ما بقدر انه اطلع اللي بحتاج حدا يحملني بالكروسه، فهذا عائق كبير عندي تمام. ثاني حاجه اللي هو الاهمال الحكومي، إحمال الحكومة إن في قطاع غزة ما حدا بيهتم بالأشخاص ذوي الهمم، لا مؤسسات ولا الدولة ولا أي شيء حتى على صعيد الرياضة نعم. يعني ما بيهتموا فينا. يوسف يعني مع هذه كل الصعوبات والتحديات أنت لسه ما شاء الله يعني لسه ما شاء الله ملتزم، لسه ما شاء الله بتعمل هذه التمارين، قاعدين نشوف لك فيديوهات أنت بتلعب كاراتيه، ملتزم في السباحة، كيف عندك هذا الأصرار؟ وبعدين كيف يعني يمكن في ناس تفكر أنه هل فعلا أنت بتستطيع، لكن أنت أثبت لنا أنك بتستطيع.
اكيد طبعا الحمد لله رب العالمين. انا بستطيع ان اعمل كل شيء لحالي. انا حتى الابره بعرف الضمها، والكاراتيه بلعب كاراتيه وبلعب سباحه. طبعا قصه الكاراتيه انا شفت احد الاشخاص اليابانيين، فهذا الشيء ولد عزيمه انه هو نفس وضع تقريبا، فشفته قاعد بيلعب كاراتيه، فانا قلت هو مش احسن مني اللي يلعب كاراتيه. ففي الوقت هذا تواصل معي الكابتن حسن الراعي وقال لي يا يوسف بدي اعلمك الكاراتيه. قلت له انا معاك، بس يعني انه تضمن لي انه ما يكونش في اصابات. قال لي انت اذا التزمت معايا ما بضمن لك انه ما يكون في اصابات. والحمد لله رب العالمين بدينا مع بعض، وشاركت في بطولة الكويت الدولية في ظل جائحة كورونا أونلاين. نعم. وحصلت على المركز الثاني الحمد لله رب العالمين. طيب يوسف، أيضا في عندك ما شاء الله يعني حلم مشاركة أولمبية بأولمبيات اليابان، حدثنا عن هذا الموضوع، وأنت وين واصل تحديدا بما يخص المشاركة وكيف تجهيزاتك وتدريباتك؟ والله أنا بأمل أن أشارك في البطولة في الأولمبيات اليابان. نعم، بآمل إن أشارك، وبعمل تواصل أنا والكابتن حسن على أساس إنه نشارك في أولمبيات اليابان ويكون إلي نصيب وفي ظل عرض. واستطعنا التواصل مع شو اسمه الشخص الياباني اللي بيلعب كاراتيه، وإن شاء الله رب العالمين حتسمع أخبار حلوة إن شاء الله، وناوي أدخل إن شاء الله موسوعة جينيس في حركة الله. معينة بدي أعملها إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله. وإحنا إن شاء الله راح نواكب يعني كل يعني أحلامك أول بأول، وأيضا ما شاء الله أكيد يعني أحلامك كثيرة يوسف، تحلم بالماجستير بالدكتوراه أنه أيضا يعني عندك حلم أنه تكمل دراسة في الخارج، حدثنا عن هذه الأمور. والله الحمد يعني أنا الآن خلصت جامعة بكالوريوس كلية الشريعة والقانون بمعدل 92.5%، أنا معدل امتياز الحمد لله رب العالمين. آمل إني أكمل الماجستير والدكتوراه برا، على أساس إنه برا الحياة أفضل بالنسبة للأشخاص ذوي الهمم، في عناية أكثر في كذا، تعليم أفضل طبعا. فبتمنى إنه يعني أي واحد بيسمعني بيقدر إنه يوفر لي منحة برا لدراسة الماجستير أو الدكتوراه، الماجستير والدكتوراه برا في دول أوروبا أو في أي دولة عربية متقدمة إن شاء الله. يوسف احنا نتمنى لك كل التوفيق، وسعيدين جدا بوجودك معنا، ومن جد احنا حنواكب كل اخبارك، وحنشوف كمان اخبارك على يوتيوبك وعلى الانستغرام، ويعني نحب نقول لك انت في يوم الحب اثبت لنا ايش معنى حب الحياه باحلامك بطموحك بزعيمتك عزيمتك كمان زعيمتك عزيمتك كمان. شكرا يا يوسف. شكرا يا يوسف، تحياتنا لوالدتك وتحياتنا لكل اهلنا في قطاع غزه. يمكن يعني ذكر هو بعض ظروف يوسف، يعني قطاع غزة بشكل عام يعني يعاني من ظروف احتلال، من ظروف حصار، فأكيد يعني هذا كله يعني ينعكس على المواطن العادي وحتى على يوسف أو كل إنسان عنده حالة معينة. أتمنى ليوسف التوفيق إن شاء الله يا رب، نجاح تحقيق أحلامه بشكل كامل بإذن الله. وإن شاء الله تجمعنا في لقاءات قادمة إن شاء الله، يعني نشوفه في دبي. عنده كمان طموح ركوب أمواج سيرفين كمان، فإحنا يعني متحمسين نشوف كل أخبارك يا يوسف.